ان مفرده مبني. مفرده مبني. وعشان يفرقوا بين تثنيه المبني والمعرب قالوا حذفوا الياء. يعني الذي قال اللذان، التي قال اللتان، ما قالش اللتيان. عايز يفهمك ان ده اصلا مبني. فهو يقول ان جاء على صوره المثنى وليس مثنى حقيقه يعني. اصلا مثنى حقيقي المفروض ما فيش حاجه تتحذف. قلم عبد قلمان، كتاب كتابان. وجمع المؤنثه والجمع المؤنث اللائي واللاتي بإثبات الياء وحذفها فيهما، وقد قرئ واللائي يئسن. يعني شوف واللائي بإثبات الياء وحذفها يعني. وراح جاب لك دي قرأ ولم يقرأ في السبعة واللاتي إلا بالياء، لأنه خاف من اللائي لكونه بعد همز. بس هي اللائي يا شيخ حتى فيها قراءات كثيرة، فيها اللائي وفيها كذا قراءة. فين؟ في اللائي. في اللائي؟ هي أضاعة التسهيل وال في اللائي ولا في اللاتي؟ في اللائي، وفي ناس قرأت. طب ما هو قال لك بيقولها بالوجهين؟ لا واللائي بحذف الهمزة كمان. طيب ماشي، لكن هو ما بيتكلمش على بيتكلم على إثبات الياء وحذفها بس. لكن بقيه القرارات ما انكرهاش هو، بس بيجيب لك على الحاجه اللي هو عايزها بس. انا فاضل لك كده انتهينا من اسماء الموصوله المعينه او الخاصه. سمعنا يا شيخ؟ احنا في اسماء موصوله لمعين، الذي والتي. هاتي بعد ذلك ان شاء الله اسماء الموصوله المشتركه. المشتركه يعني ايه؟ يعني تصبح المفرد والمثنى والجمع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.